داعي السكن كدع المجيد تبون وزير السكن والمدينة والعمران على تقدم أشغال المسجد الأعظم بنسبة 78% ككل وسبعة تمت في قاعة الصلاة، حيث جاء ذلك أثناء الزيارة التفقدية التي قادته إلى موقع بناء المسجد الأعظم. ليليا داود. بالنسبة لقاعة اون كروزوفا، بالنسبة للمسجد كله، المجمع، لأن هذا مجمع مركب كله، رانا بنسبة 77-78% اون تو اون 2016 إن شاء الله. حنا رانا شادين في كلامنا، ديسمبر 2016 إن شاء الله تدخلونه آمنين. كما أكد تبون على أنه لن يتم تسليم تخصيص المسبق للسكنات عدل قبل أن تصل نسبة أشغال بناء العمارات 70%. حنا نكذبوا ولا قلنا اون بريفيكت كي 70% اي بلوس، صادير العمارة باينة. كونت اون دي 70% صافيدير كلا كاركاس كاملة، كو لي فينيسيون الانتيريور بداو. قلنا لي فيردي يبقى هادو، بون بونوم منين يدي لا بريفيكتاسيون تاعو راه عارف لا سيتي، راه عارف لو باتيمون اللي فيه، راه عارف لابارتمون ليطاج، واش بقى له ما يتخلى؟ خلاص استناها تكمل وديها، انت راك في 14 عام تستنى، تك تستنى شهرين ثلاثة أربعة وبلاك في يدك، سي با ان دوكيمون مدرع. في حين كشف وزير السكن عبد المجيد تبون أن الأشخاص الذين يحتجون أمام الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره عدل هم نفسهم الذين يحتجون على مختلف الصيغ السكنية. مواطنين راهم يدفعون، حنا انا عندي التصاوير نتاع اللي احتجوا. حمام حنا. وما نعطيكش الاسرار. شكون وراهم؟ حنا حبينا الاسرار. واحدين موجودين في الان بي. نهار اللي مشاو الاحتجاج على 100 مليون. جاو يحتجوا على السانديكا نتاع لي زانجينيور. جاو يحتجوا على لادير، سي لي ميم تيت.